اليوم بفندق مينا السلام عم نحتفل بإطلاق عطر فراري أسن سعود من شركة فراري، زمن توقيته مع الحدث العظيم بأبو دبي اللي هو الجراند بري فراري. والشغل المميز بهذا العطر انه كان تطويره وموجه لزبائن منطقة الخليج، فمشان هيك منشوف العطر مكتوب عليه فراري أسن سعود اللي هو البيس تبعه عود، ولكن فترة تطويره أخذت حوالي 11 شهر وتم إطلاقه أول شيء بمعرض العطور بكان، ولقى رواج جدا في العواصم الأوروبية. طبعا إطلاق العطر عم بيتم اليوم بالإمارات العربية المتحدة ورح يلحقوا بدول الخليج المجاورة، والمستقبل قريب إن شاء الله رح نشوفه كمان بدول أوروبا.